توجه أمريكا الإهانة إلى العالم، إذا نفع ذلك فإنها تستمر، وإن لم ينفع فإنها ستحاورك لأنها ستجدك أهلا لذلك، كما يرون ذلك في شخصية السيد علي السيستاني ويتمنون مقابلته، وكما يتمنى ترامب اليوم الجلوس مع السيد علي الخامنئي للتفاوض. يجب أن نكون دولة مستقلة يسمعون ما نقول ولا ننجر إلى ما يقولون، ولا نكون ساحة لحروبهم، وهذا ما يجب أن يفهمه الجميع حكومة وشعبا، وهذا لن يحدث إلا إذا قدمنا الكبير على الصغير والعاقل على الجاهل وكنا يدا بيد. بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم.